النهارده اول يوم تصوير، فاضل لنا كمان 3 ايام بس هيبقى داخلي، هتبقى مريحه شويه عشان هيبقى في تكييف واخراج احمد المهدي. طبعا انا المفروض هنا في مدرسه ابني في الاغنيه، اول يوم دراسه ليه، ففي زعل وحر والولد تعب. خروج من شكل الحبيب والحبيبه، وازاي الطفل ده نقدر نستفيد من المشاعر اللي بيطلعها. صراحه دي فكره احمد المهدي. النهارده تاني يوم تصوير في استوديو جلال، ده المفروض اوضتي في المسرح وبعمل فيه عرض. I've worked with Anram several times now. النهارده يوم موصول بامبارح، داخلين في 48 ساعه شغل. عرفت اخد شويه نوم عشان وشي يتظبط. النهارده السينك يبقى غني كل الاغنيه. فاضل لنا يوم كمان مش في استوديو جلال، هيبقى في بيت. النهارده تقريبا اخر يوم. المشاهد اللي بيني وبين مروان كتير. طفل في السن ده انك تسيطر عليه وتخليه يعمل اللي انت عايزه صعب عليه وعلينا. بنعيد كتير قوي. سهله بس اديله 10 and action.